في إطار تحضير الملتقى المغاربي حول السلامة المرورية الذي ستحتضنه ولاية أضرار بتنظيم الجمعية الولائية طريق السلامة لولاية أضرار وبمشاركة كل الشركاء على مستوى الوطني وكذلك دول من دول المغرب العربي، تونس، ليبيا، فلسطين، الصحراء الغربية وموريتانيا، وإضافة الجزائر وطني الحبيب. اليوم كنا في لقاء تحضيري لهذا الملتقى اللي حضروا فيه عدة هيئات وجمعيات فاعلة ومجتمع مدني، اللي ناقشنا فيه يعني خارطة الطريق لهذا الملتقى هذا اللي راح يكون إن شاء الله في غضون يعني الشهور المقبلة الأخيرة. إن شاء الله خرجنا بعدة نقاط يعني اللي ناقشناها مع الشركاء جميع الحضور لهذا اللقاء هذا، أعطونا إضافات، أعطونا مقترحات اللي تهم هذا الملتقى هذا، وكانت مقترحات جد مهمة جدا، وهذا هو الهدف من هذا اللقاء هذا اللي درناه اليوم. تشارك الحماية المدنية مع جمعية الولائية لطريق السلامة، وذلك من أجل الإعداد لليوم المغاربي للسلامة المرورية، وذلك من أجل إثراء هذا الملتقى، وذلك من أجل الوقوف والخروج بمخرجات لمحاربة هذه الظاهرة التي باتت كابوس تؤرق الدولة والمجتمع.